أقول أن المرحلة حبلى أو الأيام القادمة حبلى بالكثير من المفاجآت، ولا يستطيع حتى المراقب المتمكن من قراءة المشهد كاملا، ولكن يبدو أن هناك الكثير من ما تجري في مسارب هذه القضية. الكثير الكل متخوف، هناك خوف في إيران، هناك خوف في الدول الخليجية، هناك خوف حتى في أمريكا. ما الذي تحمله الأيام القادمة؟ حقيقة يبدو أن السيناريو، يعني أوضح السيناريوهات، أن هناك نوع من التقارب الأمريكي الإيراني. على حساب من؟ هذا هو السؤال الأهم. هل هو على حساب المنطقة؟ على حسابنا نحن في دول الخليج؟ طبعا نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نمتلك رؤية واضحة جدا عن ماهية العلاقات الأمريكية الإيرانية القادمة، وماهية العلاقات الأمريكية الإماراتية والعلاقات الخليجية الأمريكية. نحن نراهن على أن القادم سوف يكون أفضل كثيرا إن شاء الله، ونراهن على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على قيادة المنطقة كما طبعا يروج. دكتور علي، قبل أن نناقش في القادم بمعنى إدارة بايدن والحساسيات في هذا النوع، قبل ذلك هناك كلام كثير على الأقل نشر في الصحافة الأمريكية يتحدث عن إمكانية توجيه ضربات أمريكية إلى أهداف إيرانية. نيويورك تايمز تحدث عن ذلك، أكسيوس الأمريكية تقول أنه تم تبليغ الجيش الإسرائيلي في ذلك. هل في منطقة الخليج في الإمارات لديكم جو من هذا النوع؟ أنا حقيقة أستبعد ذلك، لا أقول بالمطلق ولكني أستبعده، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في واردي التصعيد في المنطقة، لأن المنطقة برمتها تقف على صفيح ساخن، ولا أتوقع أن هناك نوع من التوجه لذلك. إن كانت هذه مغامرة سوف يقوم بها الرئيس لنقول السابق أو المخلوع وما إلى ذلك، لكنها يعني قد تكون مغامرة يعني سيئة سمعة ومغامرة باهظة تكاليف. نحن في دول المنطقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بالذات نخشى حقيقة أن تكون هذه النوعية من لنقل التهديدات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على فعل شيء، ومن ثم تحريك كل هذه قوى الشر في المنطقة، ومن ثم تأليب إيران على المنطقة وتأليب المنطقة على إيران.